السلام عليكم. الخبر المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، تأجيل محاكمة 4 سيدات بتهمة وضع شطة وليمون وملح في أماكن حساسة للمجني عليها بالوراق. الموضوع ده تحديدا حصل في منطقة الوراق القاهرة. الموضوع ما حصلش امبارح ولا النهاردة، الموضوع ده تحديدا حصل في شهر 2 واتقبض عليهم، وكانت المحاكمات معاهم مستمرة. وبنتابع الموضوع وصل لغاية فين. محكمة الجنايات اللي أجلت المحاكمة لغاية 27 الشهر الجاري. الموضوع هنرجع بيه كالتالي. فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا تطبيق الواتساب في منطقة الوراق. الفيديو انتشر بطريقة رهيبة جدا. الفيديو انتشر في منطقة الوراق بطريقة كبيرة للمرة الثانية. رئيس المباحث وصلت له معلومة ان في واتساب متداول لبنت صغيرة يتراوح عمرها ما بين 8 سنين و 10 سنين. البنت بتعذب تعذيب رهيب عن طريق احدى السيدات واثنين ستات تاني او اثنين بنات. بدون اي بلاغ، بدون اي محضر، رئيس المباحث بدأ ان هو يتبع الموضوع ده كله لغاية لما قدر ان هو يوصل للفيديو المنتشر عبر تطبيق الواتساب في منطقة الوراق. عرف بعدها على طول ان الست اللي بتعمل الحاجات دي كلها او اللي بتعذب البنت الصغيرة دي قوي دي واحدة مسجلة جنائية، يعني عليها سجل جنائي معين، والبنتين كمان اللي كانوا معاها برضو عليهم سجل اجرامي معين. بدأ رئيس المباحث على طول يشوف الفيديو ويفرغه ويعرف الدنيا دي كلها، وعن طريق مصادره قدر ان هو يوصل للست المسجلة جنائيا هي وبناتها الاثنين. الفيديو المنتشر عبر كل التطبيقات ولغاية دلوقتي لسه موجود، وهما بيعذبوا البنت الصغيرة ومكتفينها كأنهم بيخنقوها كمان، وبيحطوا لها الشطة والليمون والملح، بيحطوا الحاجات دي كلها في أجزاء حساسة من جسمها. بنت عندها 8 أو 10 سنين. المهم قدر رئيس مباحث على طول ان هو يضبط الست دي ويجيبها. وراها الفيديو، اعترفت اعتراف كامل وقالت له فعلا احنا المتواجدين بداخل الفيديو ده. الفيديو اثار العاطفة بتاعت كل الشعب المصري في الوقت ده، وتحديدا منطقة الوراق. في الوقت ده الست المسجلة جنائيا قالت له احنا فعلا المتواجدين بالفيديو، وكنا فعلا بنعذبها، ولكن احنا ما كناش بنعذبها، احنا كنا بنأدبها. كلمة بنأدبها دي تحتها كذا خط، والاغرب من ده كله ان الست المسجله جنائيا هي وبناتها الاثنين اللي يعني مش عارف اقول ايه، واحده عندها 8 سنين ما فيهاش اي مصدر من مصادر القوه، وواحده بلطجيه او واحده مسجله جنائيا هي وبناتها الاثنين برضو المسجلين جنائيا، لما يمسكوها يا ترى هيعملوا فيها ايه؟ هيفترسوها. ولما يمسكوها بالمنظر ده ويخنقوها بالمنظر ده ويكتفوها بالمنظر ده ويحطوا الحاجات دي كلها او المواد الحريقه دي كلها في اماكن حساسه من جسمها، يبقى الناس دي مجانين، يبقى الناس دي ما تنطبقش عليهم كلمه بلطجه بس. الاغرب من ده كله في اعترافها وهي بتعترف، قالت له احنا عملنا الليله دي كلها تاديبا للبنت. ام البنت هي اللي طلبت مننا ان احنا عايزين نادب البنت الصغيره. لما رئيس المباحث جابها وجاب بعد كده التليفونات بتاعتهم وفرغ التليفونات، لقى فيديوهات اكتر من كده بكتير. لقى كمان ان هم كانوا بيعذبوا طفلين صغيرين تاني، ومقاطع الفيديو موجودة على التليفونات بتاعته. طلعوا برضو الاتنين الصغيرين دول اخوات البنت دي، ولكن الفيديو اللي انتشر بتاع البنت بس اللي عندها 8 سنين. بعد ما عملوا لها كل الحاجات دي كلها في التعذيب ده كله، مسكوها ورموها من الطابق الاول او من الدور الاولاني على الرملة على طول. قدر رئيس المباحث زي ما قلنا ان هو يجيب المعلومات دي كلها ويضبطهم. الاغرب في الاعتراف وهما بيقولوا احنا اتحربنا كل الليلة دي كلها عن طريق ام البنت الصغيرة، يعني قالت الست البلطجية ان احنا فعلا عملنا كل الحاجات دي كلها ولكن بتحريض من الام. ودي كانت المفاجأة في الكلام او المفاجأة في الحوار او المفاجأة في الليلة دي كلها، ان هم عملوا الليلة دي كلها نتيجة ان الست دي او ام البنت الصغيرة قالت لهم انا عايز اربي بنتي، علشان كده ربوها بطريقتكم الخاصة. ممكن يكونوا بيتبلوا عليها، ممكن يكونوا فعلا الام قالت لهم حاجه زي كده، ولكن هو السؤال لحضراتكم، هي في ام ممكن تيجي تقول لحد
ربي لي ابني او ربي لي بنتي عن طريق حاجة معينة. ممكن الام تشوف بنتها الصغيرة اللي عندها 8 سنين اللي بدل ممكن ما تاكل حد ممكن يقرب لبنتها او ابنها تاكله او تفترسه، ان هي ممكن كمان تتفرج على بنتها الصغيرة اللي عندها 8 سنين تتفرج عليها وهي بتتعذب العذاب ده كله، وهم بيحطوا لها المواد الحارقة دي في اماكن حساسة من جسمها. طب البنت اللي 8 سنين شكلها هيبقى ايه؟ اكيد مش هجمة، حاجة صغيرة ما فيهاش مصدر قوة اصلا. ليه العنف اللي كان عليها بالطريقة دي؟ ليه الانتقام اللي كان عليها برضو بحاجة زي كده؟ طب يا ترى الام بالرغم ان المحاكمة لسه شغالة، رئيس المحكمة اجل الموضوع ليوم 27 تقريبا، ممكن يكونوا مخوفين ام البنت دي علشان كده قالوا لها لازم انت تقولي اللي انت اللي قلتي او طلبتي مننا حاجة زي كده، ولا بيتبلعوا عليها اصلا، ولا ان هما بلطجية، ولا ان هما ايه تحديدا؟ الموضوع غريب والموضوع مستفز جدا لمشاعر المصريين كلهم لما نشوف بنت صغيرة في فيديو زي كده طلع في وقت معين وانتشر الانتشار الرهيب ده كله، والفيديو ده للبنت وهي بتتعذب بالمنظر ده، واتنين قبضايا ماسكينها من ورا ستات ومكتفينها وخانقينها كأنها ست كبيرة او واحدة واعية للامور كلها، وهما بيعذبوها وبيحطوا لها المادة الحارقة دي جوه الاماكن الحساسة دي. انا مش متخيل لا شفقة ولا رحمة ولا عاطفة ولا اي حاجة باحساس اسمه احساس الامومة. يا ترى الست دي اللي هي البلطجية من منظوري المسجلة جنائيا كانت تقبل حاجة زي كده في بناتها الاتنين؟ يا ترى الام دي اللي حرضت ولادها كما ادعت الست البلطجية دي او الست المسجلة جنائيا دي ان دي ينطبق عليها كلمة ام او رمز الحنان او ينطبق عليها اي حاجة من مصادر الحنية ولا لا؟ الاب فين؟ الاب اللي مش متواجد، الخلافات الاسرية اللي ما بينهم هما الاتنين ايا كان، متطلقة منفصلة عايزة تنتقم من عياله ايا كان، ممكن الامر ده كله يستدعيها ان هي تعمل حاجة زي كده؟ ان هي تجيب قبضايا بالمنظر ده ست مسجلة جنائيا، يعني الرجالة مش هيقفوا قدامها مش هيقفوا قصادها، وتجيبها على بنتها الغلبانة الصغيرة اللي ما توعاش حاجة لسه في الدنيا وتقول لها ربهولي بالمنظر ده؟ موضوع صعب وجدا كمان. يا رب تاخد حكم رادع وقاسي من المحكمة المصرية العادلة، واعتقد كمان ان هي هتاخد محاكمة شديدة جدا كمان، ولكن القاضي المحترم اجل القضية ليوم 27. الموضوع احنا لسه بنتبعه، وزي ما قلنا الموضوع حصل في شهر 2 ما حصلش اليومين دول، ولكن الخبر المتداول ان الناس الصحفيين المحترمين بيتابعوا الحاجات دي كلها علشان المعلومة توصل في الاخر بالشكل المعين. مستنيين القضاء المصري تحديدا والعدل في الموضوع ده عشان اي واحد يفكر ان هو يعذب بنت صغيرة لأي سبب ان كان ياخد الحكم الرادع في حاجة زي كده. واتمنى ان الام تاخد حكم جديد جدا كمان، سواء حردت او سواء ما حردتش، والاب كمان اللي سايب بنته بالمنظر ده ما يعرفش عليها اي حاجة. بتخلفوا ليه مادام هترموا عيالكم؟ بتخلفوا ليه مادام مش هتحبوا عيالكم؟ بتخلفي ليه مادام انت اصلا ما عندكيش كلمة الحنية او الامومة؟ ناس كتيرة بيتمنوا ضفر عيل صغير، انتوا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ده الخبر المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيرة. السلام عليكم.